لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وحلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 29، وما زلنا مستمرين في النقل وقائع وأحداث معركة أين الله، وعنوان حلقتنا من هم الجهمية المجسمة، الأشاعرة أم الوهابية؟ شفنا في الحلقة اللي فاتت العلامة ابن باز قال فالواجب على من سئل أين الله أن يجيب بما أجابت به الجارية لما سألها الرسول، يعني يجاوب ويقول إن الله في السماء فوق العرش، واستشهد بسورة الملك 16 و17. وشفنا فتوى من دار الفتوى بمصر قالت أما ما ورد في الكتاب والسنة من النصوص الدالة على علو الله عز وجل على خلقه فالمراد به علو المكانة والشرف والهيمنة والقهر، لأنه تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين. وشفنا الشيخ صالح الفوزان قال حكم من أنكر علو الله نختبره الأول، إن كان مقلد فهو ضال، وإن كان متعمد فهو كافر لأنه مكذب لله ولرسوله والإجماع المسلمين. وابن حجر بيعتبر عند علماء السنة هو أعظم من شرح البخاري بشهادة الشيخ عثمان خميس، وتفاجئنا إنه بينكر علو الله الذاتي. وخلينا نشوف الشيخ الأشعري جيل صادق هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. يقول قال البيهقي صعود الكلام الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول، وعروج الملائكة هو إلى منازلهم في السماء. وزي ما شفت حضراتكم إن ابن حجر نقل كلام البيهقي في شرح إليه يصعد الكلام الطيب، اللي معناه بكل وضوح إنكار المكان أو علو الله الذاتي، وإن أول الصعود بالقبول، وعروج الملائكة يعني صعودها إلى منازلها، والكلام ده معناه إن الله مش موجود بذاته في السماء أو في العلو. ونشوف مع بعض هيكمل يقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي. ثم قال وقال ابن بطال، وابن بطال هو أحد شراح البخاري، توفي سنة 449 هجرية. العسقلاني ينقل ما قال ابن بطال ويقره عليه فيقول وقال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر، وقد تقرر أن الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه فقد كان ولا مكان، وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، ومعنى الارتفاع إليه أي اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان. انتهى. هذا كلام ابن حجر، هذا كلام أهل السنة، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وأبدا. وزي ما شفتوا حضراتكم الشيخ جيل صادق الأشعري وهو بينقل حرفيا من شرح ابن حجر لصحيح البخاري، وطبعا ابن حجر نقل كلام ابن بطال واللي بيعتبر شيء متفق عليه عند أهل السنة والجماعة السادة الأشاعرة، إن اللي ياخد بظواهر النصوص ويقول الله في السماء أو علو الله علو ذاتي أو الله فوق العرش ده بيكون جهمي مجسم. وقبل ما أكمل النقطة دي هنشوف فيديو للشيخ ابن باز شفناه قبل كده وهو بيقول نفس الكلام على من ينكر علو الله علو ذاتي، يعني بيقول ده كافر ضال جهمي خبيث. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. فالذي يقول ان الله ليس في السماء او ليس فوق العرش كافر ضال جهمي خبيث، الله يوصف بانه في السماء وانه فوق العرش فوق جميع خلق سبحانه وتعالى، فما اخبر عن نفسه جل وعلا. وزي ما شفنا ابن حجر والاشاعره متفقين ان من يثبت ان الله في السماء أو إن علو الله ذاتي أو الله فوق العرش فده بيبقى جهمي مجسم، والعلامة ابن باز بيقول اللي ينكر إن الله في السماء أو فوق العرش جهمي خبيث. ونكمل كلام ابن حجر لما يقول وإنما أضاف المعارج إليه إضافة تشريف، ومعنى الارتفاع إليه أي اعتلاءه مع تنزيهه عن المكان، يعني لما الله يقول تعرج الملائكة والروح إليه يبقى الله أضاف المعارج إليه
تشريفا لها، مش معناها ان الله في علو ذاتي. ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي للشيخ جيل صادق. وانما اضاف المعارج اليه اضافة تشريف، ومعنى الارتفاع اليه اي اعتلاؤه مع تنزيهه عن المكان. انتهى. هذا كلام ابن حجر، هذا كلام اهل السنة، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين اولا واخرا وابدا. وزي ما شفنا الشيخ جيل صادق بيقرا من شرح ابن حجر، واي حد يقول ان علو الله ذاتي ده مش بيفهم معنى العلو او معنى الارتفاع، لان معنى الارتفاع اليه اي اعتلاءه مع تنزيهه عن المكان، يعني علو الله معنوي فقط. واللي يقول انه علو ذاتي ده يبقى يثبت لذات الله النقص. ونشوف رد الشيخ الوهابي السلفي خالد الفليج على كلام ابن حجر اللي سمعناه بصوت الشيخ الأشعري جيل صادق، وهنبدأ بالأدلة نفسها ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. وقد مر بنا أن علو الله عز وجل محل إجماع، وقد دلت عليه القواطع النقلية والقواطع العقلية أيضا، دلت عليه القواطع النقلية والقواطع العقلية، ودلت عليه الفطر السليمة دلت على علو الله عز وجل. وطبعا الشيخ الوهابي السلفي خالد الفليج بيشرح صحيح البخاري نفس الكتاب اللي نقلنا لحضراتكم قبل كده شرح ابن حجر دي، وبيأكد ان علو الله دلت عليه القواطع النقلية، يعني أدلة محكمة متواترة، والقواطع العقلية يعني من المسلمات العقلية، ودلت عليه الفطر كمان السليمة. وهنشوف الشيخ الوهابي السلفي خالد الفليج وهو بيربط بين الأدلة دي وبعضها في الفيديو اللي جاي. فقوله تعرج الملائكة العروج والصعود، العروج هو الصعود، ولا تصعد الملائكة إلا لمن هو في أعلى، ففيه إثبات علو الله عز وجل. وكذلك الصعود يصعد الكريم الطيب، ولو كان الله في كل مكان كما يقوله المتصوفة أو كما يقول أهل الكلام لما ذكر الله الصعود ولما ذكر الله العروج. فعندما ذكر تعرج الملائكة وإليه يصعد الكريم الطيب ووصفه بأنه ذي المعارج، كلها تفيد أنه في العلو، أنه في العلو. وأدلة علو الله كثيرة جدا. ونبدأ بأول دليل الجزء النقلي، فيه تعرج الملائكة، الجزء العقلي العروج هو الصعود، والصعود دايما للأعلى. إذن تعرج الملائكة دليل نقلي وعقلي على إثبات العلو لله، وبنفس الطريقة لكل الأدلة اللي فيها عروج أو صعود. تعرج الملائكة وإليه يصعد الكلام الطيب، ووصفه النزول معارج كلها بتفيد إنه في العلو. واللي ينكر الأدلة على علو الله زي ما أثبتها الشيخ الوهابي السلفي خالد الفريج يبقى بينكر علو الله. ونشوفه معايا حكم الشيخ ابن باز على من ينكر علو الله في الفيديو اللي جاي. ومن قال إنه في كل مكان فقد كذب الله ورسوله، وهو بهذا يكون كافرا، استفتى فإن تاب وإلا قتل. على ولي الأمر السلطان أن يحيله إلى المحكمة فإن تاب وإلا قتل، لأن معناه إنكار كون الله في العلو كونه فوق العرش، معناه تكذيب الله وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون كافرا مرتدا يستفتى فإن تاب وإلا قتل من جهة ولي الأمر، يحال إلى المحكمة الشرعية حتى يستفتى. بنشوفه قال ومن قال انه في كل مكان فقد كذب الله ورسوله، بهذا يكون كافر ويستتاب، فان تاب والا قتل من ولي الامر او السلطان نحيله للمحكمه، فان تاب والا قتل، لان معنى انكار الله في العلو فوق العرش معناه تكذيب الله وتكذيب الرسول، فبيكون كافر مرتد وبيستتاب فان تاب والا قتل. ودلوقتي انا هعمل لكم ملخص لحلقه النهارده. احنا شفنا في حلقة النهاردة الشيخ جيل صادق وهو بيقرأ من فتح الباري نقلا عن البيهقي ان صعود الكلم الطيب والصدقة الطيبة عبارة عن القبول وعروج الملائكة وهو الى منازلهم في السماء. ونقل كلام ابن بطال وقال غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجهمية المجسمة في تعلقها بهذه الظواهر، وقد تقرر ان الله ليس بجسم فلا يحتاج إلى مكان يستقر فيه، فقد كان ولا مكان، وأضاف المعارج إليه إضافة تشريف. والشيخ الوهابي السلفي خالد الفليج بيقول إن علو الله عز وجل
محل إجماع وقد دلت عليه القواطع النقلية والقواطع العقلية والفطر السليمة كمان، وذكر أمثلة منها تعرج الملائكة إليه ويصعد الكلام الطيب، وصفه أنه ذو المعارج، كلها بتفيد أنه في العلو. واللي بينكر الأدلة على علو الله زي ما أثبتها الشيخ الوهابي السلفي خالد الفريج يبقى بينكر علو الله. والشيخ ابن باز قال فالذي يقول إن الله ليس في السماء أو ليس فوق العرش كافر، كافر ضال جهمي خبيث، ولازم يستتاب لأنه بيكذب الله ورسوله، فإن لم يتب قتل. وسؤالي مازال مطروح، هل ابن حجر والأشاعرة كفار وعلى ضلالة جهمية خبساء؟ ده أنا بسيب السؤال ده معاكم، وتابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف النتيجة المنطقية لإنكار علو الله هتكون إيه، وألتقي بيكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.